بعد ذكر المسائل الأربع ساق المصنف رحمه الله الدليل عليها من الكتاب وهي سورة العصر، والمؤلف رحمه الله دائما يذكر المسألة مقرونة بالدليل. لماذا؟ حتى يربي الطالب على الاتباع لا على التقليد، وحتى تكون عند الطالب حجة يرد بها على المخالف، وحتى يكون للطالب قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها على أسس. مونه غنابو متدي نتي مسالاي دا فا اندي كتالف تيربي يانكو يال يرم دليل تتال في القران وي سارة العصر. كتالف تيربي نك يانكو يال يرم دائما دا فاي تود اي مساله لنكليكو اك دليل. لان موتاخ نيت مير بي سي جيتو مونه حتى يربي الطالب بومو ير كاي ساكو خم خم تي توب دليل مو باغي نك كوي توبندو كوي توبندو. ñaaral bi mo ne ba kay sakku xam xam am ay lay ak ay preuve ak ay ndess lay deugar yi muy meuna delo way cadeau ki nga xamantene dafa wutek deug. ñettel bi nak lool nak benen daraja la bu gëna kawé moy ba kay sakku xam xam nak mom katan ak meun meun ba meuna genné ay atté nak han ci tétali nak waye nak tek ko ci ay ndess lay ak fondement yu wër yu wër. من قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من الشافعي تفوق من يرنك يرير bu yalla wacce wul won ben lay ci ay binda fonu nit ak jinne ludul sar bi la kafatuhum kon mo doyle. Al Bukhari yanako yalla yeureum mune waxna ci terem buntu li buntu la xam xam mo jitu wax ak jef. Wa dalil qawluhu taala tetal bi moy wax borom tabaarak wa taala fa lam na nga xam annahu la ilaha illa allah amul ku ñu jaamu ci deug ku dul yalla na nga sakku jéggelu say bakkar yow ñeel tamit way gëm ñu goor ñi ak tamit way gëm ñu jigeen ñi. Fa bada amu tambale bil ilm ci laye bi fa bada amu tambale bil ilm ci xam xam qabla al qawl wal amal. Mune fi maqsuduhu rahimahullah an hadhihi sura wahdaha takfi li qiyam al hujjati ala al khalqi يتعلموا ويأملوا ويدعوا ويصبروا. الشافعي يالا كو يالا يرب جبلو وايم تي واخ دي لومو دون ندخ سار بي دا فا موت سي شريعه ييب سي مير ييب ديدي جبلو واي موي سار بي دا فا دوي نك غير تخاول لاي سي كو جامي لاي سي لان لاي غير ني جان غير ني جيفه غير ني ووتي اك ني موي كون فما بالوك بباقي سور القران فالقران كله حجج بو نيكي سار بي رك مو يينو لي ييب واو كون يينن ساري لان لي نيلو تي اي لاي كون موني ور القران ليبام اي لاي لا بواب امير المؤمنين في الحديث اوبنا بين بونت تي تيرم كي ني تودي موي البخاري امير المؤمنين في الحديث كتابه صحيح البخاري موني باب بونت العلم قبل القول والعمل خم خم مو جيتو وخ اك جيف وذكر الدليل مو تود مو اندي دليل بي فلا بد اول من العلم قبل القول والعمل منتا نياك نا كي لو جيتو خم خم جيتو وخ اك جيف غير فلا يصح ان يعمل بلا عمل دو وير موك دوما ادم دي جيفه تي خمو غير بوكو ديفه رك كان فيه شبه بالنصارى موغي ام لو مو نير نيرول اك لان اك نصران اك كريتيان